هذا وقد أكد السيد راشد نبيل الحمر نائب رئيس جمعية الصحفيين أن الصحافة البحرينية تطلع بدور وطني كبير في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وأنها تتواجد في الصفوف الأمامية مع فريق البحرين الوطني لمواجهة كورونا، بما تطلع بدورها في نشر الحقيقة ونبذ الشائعات. الصحافة اليوم في الصفوف الأمامية مع كافة العاملين من الكوادر الطبية والأمنية والإدارية والأهلية. وإذا رجعنا إلى الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه قبل أيام قليلة، والذي جاء بمناسبة يوم الصحافة العالمي، نجد أن جلالته أكد في خطابه بأن الأسرة الصحفية والإعلامية كانت وما زالت على قدر المسؤولية في دعمها المستمر لجهود الفريق الوطني لتصدي الفيروس. كما أشاد جلالته دائما يشيد برؤيته ودعمه الأبوي الدائم بالتعامل النزيه من قبل الصحافة في نشر الحقائق والمعلومات واستقائها من المصادر الرسمية المعتمدة ومواجهة الإشاعات والإدعاءات المغرضة والتصدي لها. لا شك بأن هذه الإشادة من والد الجميع سيدي حضرة صاحب الجلالة هي وسام نعتز ونفتخر به، وهو دافع لنا لمزيد من العمل المخلص والالتزام بالمبادئ الصحفية والأخلاقية والمهنية والاجتهاد في نشر الحقائق. أمس أيضا سمو رئيس الوزراء في كلمة بمناسبة يوم الصحافة البحرينية أكد أن صحافتنا واعية ومسؤولة، وأثبتت في مختلف المنعطفات أنها منصة وطنية ثابتة ارتقت بالوعي العام الذي يدعم كل ما يحافظ الوطن واستقراره. بلا شك كلمة سموه مصدر إلهام وحافز للصحفيين والصحافة لمواصلة جهودها والتمسك بثوابتها وقيمها المهنية. أعتقد الصحافة الوطنية اليوم في الأزمة اللي نشهدها، أزمة كورونا تحديداً، تقوم بدور إيجابي جداً ومسؤول بكل مصداقية ومهنية من أجل إبراز الجهود الجبارة المبذولة لمواجهة فيروس كورونا بالفريق الوطني الذي يقوده سيدي حضرة صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء، من أجل التوعية بالإرشادات والإجراءات الاحترازية، من أجل نشر المعلومات الصحيحة والدقيقة.